سؤال الأخير يقول: ما رأيكم بكتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين لأبي منصور العاملي الجباعي وتحقيق السيد محسن الأميني؟ يعني طبعا كتاب قيم، هذا من الكتب الدرسية، هو المعالم في الأصول لابن الشهيد الثاني، هذا الشيخ ابن الشهيد الثاني، ابن الشهيد الثاني هو صاحب هذا الكتاب. أيوه، هو كتاب قيم. وطبعا لما نقول كتاب قيم وكتاب ينتفع به، ليس معناه أننا مسلم. لا نشكل على شيء منه، لا يعني لا يمكن، لأنه كل كتاب في الدنيا إلا كتاب الله عز وجل، فما دام نتيجة جهد بشري فهنا يؤخذ منه ويراد يشكل عليه. لذلك حتى كتابه، يعني هو في الأصول، في علم الأصول، فهو عليه استدراكات، عليه ملاحظات، يعني طبيعي.